تنادي اسمي فتقول لي قرب
فكل اللي يسكن وحضن يسكن بفون عليها. بس الشيخ حسني كان طبعه عنيد، ركب الفيس بقى وعود مفروض، كان جوه عيونه زرقاء كيوت، بتاريس صنعها عقول فاسده، كان عاوز يمحي بعقل حدود، مرسومه بسكاكين كانت تلمع، بتفتح جوه القلب جروح، بكلام وعادات اصلها ظلمه، وبروح فارس على ظهر جواد، قطع بايديه في خيوط مبذوله بالضم. كان قلبه بيصرخ من جوه، عنوان سكان مدينتنا. يا سكان مدينتنا الباسم فيكم والعابس، يا أراضي مدينتنا الأخضر فيك واليابس، يا حراس عروبتنا القائم فيكم والجالس، أعجزتم أن تقضوا أمرا أفشلتم أن تصنعوا سحرا؟ عزيز الجيء والمرآة شحيح الوصل والبدل، طليع العلم عن مرض هو ابن الوجد مركبة، شديد البأس لا تأبه بصرخة أفضح العرض، ونور الحسن جبار تثير شراهة الحسد، ويخزي الحسد إفراط يسوس الحب بالجد. يا حليم فإن غادرت دنياي بموت وصار الخمر يطلب في القداح لأمضي شاربا كأسا بكأس إلى أن يصبح الموت ارتياحي، وقومي يسألون بطب شرعي عن الأسباب عن مغزى رواحي، يجابون بأن الموت حق وأن القلب مسكوب الجراح. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عايزه حضرتك تكلمني عن الايفنت النهارده وتقولي ايه رايك في الفكره. شوف، هو الايفنت ده بالنسبه لنا هو مش اول مره خلال الفتره اللي فاتت يحصل تكريم من النوع ده. كان في قبل كده ملتقى للمبدعات، وكان في قبل كده ملتقى للروائيين، والنهارده ملتقى للشعراء الشباب الصغيرين. هو انا مش من القائمين عليه، ولكن انا بصفتي ضيف شرف انا عجبتني الفكره جدا لما قالوا لي انه 80 شاعر وشاعره بيلقوا شعرهم للمره الاولى قدام محفل كبير بالتعاون مع دار نشر ومكتبه عامه. فحسيت انه في نوع من الاحتفاء بالشعراء الصغيرين دول، ان هم يجب ياخدوا فرصتهم من خلال تكاتف جهات كبيره خاصه وعامه.